اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بالنجوم الكبار اللي منوريني في الاستوديو، نجوم تنس الطاوله سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، الحقيقه اللي ليهم تاريخ كبير جدا وما زال حاضر مشرف. برحب بالبدايه بكابتن الفريق والنجم المتالق الكابتن سيد لاشين. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، منورنا حبيبي. ومش عايز اقول لك حلقاتك دي بتبقى يعني على قلبي زي العسل بامانه. ربنا والله لما كنا ويبارك فيك حبيبي. الله يبارك لك يا رب، كتر خيرك وكتر خير القناه والنادي الاهلي، ويعني احنا موجودين هنا في البيت الكبير. الله يكرمك. معانا طبعا نجم النجوم، والحقيقه ما شاء الله الموسم ده عامل موسم رائع، وده استكمال لمواسم كبيره اللي حفر اسمه الحقيقه من ذهب وحط اسمه مع النجوم والكبار وحط اسمه مع الاساطير في هذه اللعبه. برحب بكابتن محمد البيري اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وشكرا على المقدمه الجميله دي. لا ده حقك يا كابتن، وانت يعني ما شاء الله ماشي بشكل جيد، وربنا يحفظك من الاصابات. ربنا يخليك. في البدايه كابتن سيد ابارك لك على التجديد مع النادي الاهلي، وطبعا يعني مش غريب عليك، انا يعني ده خبر روتيني، انا يعني بنقول مش عايزين نقول ان هو يعني، ولكن كلمني عن التجديد ويعني واجواءه، كلمني ازاي يعني ايه اللي حصل. لا هو مفيش حاجه، هو القصه كلها انا خلاص انا مكمل مع النادي لحد ما النادي يقول كفايه ابو السيد وريح كده. يعني مفيش اي طلبات ولا مفيش اي حاجه، أي شروط ولا اي حاجه، مش محتاجه يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني في دايما كده العروض والكلام ده، يمكن الحمد لله بفضل الله من نعم ربنا عليا ان حتى العروض ما بقتش بتيجي. يعني الناس راميه طوبه ان انا ممكن افكر تعدي الفكره عليا ان انا اروح الاهلي. تمام. لا اللي بره مصر، اللي بره مصر خلاص يعني الدنيا ماشيه يعني بتاع، لان يعني ده الاحتراف. انما هنا في الاهلي يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن اتكتب عني ان انا نادي فلان عرض عليا كذا ونادي فلان عرض، والكلام ده ما حصلش. وانا قلت للناس انا ما فيش حاجه بتتعرض عليا، لان هم يعني الناس عارفه تعلقها تعلقي بالنادي الاهلي قد ايه وجمهوره ده انت يعني. تمام. فانا مش هينفع اصلا الفكره ما بتعديش على ما بتعديش على دايره الحمد لله يعني. بيجي لك تليفون او مش تليفون في قعده، سيد انت معانا السنه دي في الاهلي؟ لا انت معانا من غير تليفون. فين العقود؟ غير تليفون والله، احنا قاعدين انا معاكم يا جماعه. طب فين العقود؟ انا اللي بسال اصلا الحمد لله، انت عارف بس ولا اي حاجه. بس انت معانا كابتن اشرف يقول لك يا ابو السيد انت معانا السنه دي، طب يا كابتن فين العقود؟ هو ده التجديد ده بالظبط كده. في حاجه زياده؟ من كده. لا والصورتين والبكر على الله الحمد لله كده زي الفل. ده خبر. الف مبروك علينا والف مبروك ليك، ويا رب دايما كده منور النادي الاهلي يا كابتن. يا رب ربنا يعز النادي الاهلي، ودايما كده احنا فرحانين بنجاحاته فرقه كلها، وان شاء الله باذن الله يعني احنا متعودين من الاهلي على كده يا رب، ان هو دايما يفرحنا يا رب يا رب. نفس الكلام طبعا كابتن محمد، التجديد وتاني نفس القصه. الحمد لله والله يا كابتن هيثم، الواحد بقى له 20 سنه في النادي، فطبعا الحمد لله مبسوط بالتجديد في النادي، واتمنى ان شاء الله الواحد يستمر 20 سنه كابتن محمد. الحمد لله. في لحظه تسيب النادي؟ لا خالص، يعني الحمد لله. الواحد طبعا انت عارف قد ايه الواحد اهلاوي من صغري، وانا بحب النادي، والبيت كله برضو عندي اهلاوي، ومن ساعه ما كابتن سيد قعد معايا خالص وانا صغير من البدايه وكده، والحمد لله يعني يا رب ان شاء الله نكمل مسيره ونختم حياتنا في النادي ان شاء الله. طب كابتن يعني خلينا نتكلم، انه انت ما شاء الله لسه راجع من اسبانيا ولعبت مباريات هناك، وبرده انا كابتن سيد برده راجع من تركيا، فعايزين نوضح للساده المشاهدين يعني ازاي بتلعب في اسبانيا وازاي ماضي مع النادي الاهلي، يعني فاهم الساده المشاهدين، لان برده الموضوع ده ممكن شويه فيه لبس مش فاهمين يعني الموضوع ايه. اتفضل يا كابتن. والله يعني بنحاول على قد انا وكابتن سيد واللعيبه برضو معانا في النادي، اللي احنا نحاول نلعب في انديه بره في اوروبا، في دول اللي هي تسمح ان احنا نلعب في النادي الاهلي، عشان نعرف يعني في دول زي المانيا وفرنسا ما بين يعني لازم نسيب النادي الاهلي، لازم تتفرغ له. بالظبط. فبنحاول انا وكابتن سيد واللعيبه برضو بتاعه النادي اللي احنا نحاول نلعب هنا او هنا، تاخد خبرات. بالظبط. نعم. في دول معينه بتسمح، منها اسبانيا ومنها تركيا، وفي دول تانية برضو زي السويد والتشيك اعتقد، والحاجات دي بتسمح، فعشان نقدر يعني نوزن الامور شويه عشان نقدر نلعب برضو هنا ونقدر نلعب هنا يعني. طب اقول لك يا كابتن محمد، يمكن انت موسم جيد الحمد لله عملته، رحت الاولمبيات مع المنتخب وكنت متواجد معاهم، يعني قصدي اقول ان الموسم بالنسبه لك كان ناجح الحمد لله. واكيد ده بيبقى ليه انطباع بعد ما بتخلص بقى الموسم، سواء مع المنتخب وافريقيا، سواء هنا سواء هنا، سواء مع النادي، بتروح اوروبا بيبتدوا اكيد المنظور بيختلف. اكيد الكلام ده صح؟ مظبوط. يعني دليل كمان بعد بطولة العالم اللي احنا قدناها مع المنتخب الحمد لله الفترة اللي فاتت، يعني بقى في طفرة يعني حصل الفترة اللي فاتت في المنتخب فعلا، واللعيبة كلها كانت على قد المسؤولية، سواء يوسف او شادي او شومان، ف دليل اللي هو ممكن يجي لنا عروض احتراف والناس بتبقى عارفانا اكتر، بتبقى في رهبة اكتر. بان كمان في الماتشات اللي هي القويه جدا مع منتخب كوريا ومنتخب هونج كونج، كانت الناس عامله حسابنا، فهو الموضوع كله بس اللي انت لازم تبقى مصدق نفسك
تبقى واثق في نفسك، وممكن نفسك فعلا حلو. ما دي حقيقه حلو. اللي احنا يعني اول مره في التاريخ اعتقد ندخل الدور ال 16 في بطوله العالم، ده دليل اللي احنا كنا مصدقين نفسنا، وكنت انا اول مره ابقى كابتن فريق في التوقيت ده. فمن خلال خبراتي قبل كده مع كابتن سيد وكابتن احمد صالح يعني الجيل القديم شويه، قدرت ان انا احاول اوصل ليوسف وشومان وشادي اللي احنا ممكن نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، فرصه نمسك فيها. والحمد لله اللي احنا قدرنا ندخل دور ال 16 ده، كان اول مره في التاريخ يعني نقدر نعمله. وصدقني والله يا كابتن ياسر من الفتره الجايه لو اشتغلنا على نفسنا اكتر ممكن البطولات الجايه نعمل حاجه كمان احسن. طب يعني برضو اشتغلنا على نفسنا، انا برضو يعني عايز يعني توضيح اكتر، هل لازم الاتحاد يرعى كمان اللعيبه بشكل جيد؟ هل انتوا كم محتاجين معسكر كمنتخب، ولا ممكن من خلالك انت المجهود الشخصي بالتنسيق مع النادي ووجودك في اوروبا في مباريات ده كافي؟ يعني هل الاتحاد ليه دور، ولا الموضوع كله بيلقى على عاتق النادي؟ هو الاتحاد طبعا ليه دور والنادي ليه دور، هم بيحاولوا يساعدونا على قد ما يقدروا، وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كل القصه يعني بيساعدونا. بس هي الدور كمان بيبقى انا حاسس ان هو بيبقى اكبر شويه على اللعيب. زي مثلا انا في لعبه كتير متفرغه، فانا بشوف الموضوع ده مهم جدا، اللي انت لو بتشتغل يعني شغل بس احترافي تنس طاوله، بس بتفكر في تنس طاوله بس ما عندكش شغل تاني او الكلام ده، اعتقد الموضوع ده بيفرق. الموضوع ده فادني كتير جدا الفتره اللي فاتت بعد ما خلصت جامعه وخلصت جيش، ويعني انا ما بشتغلش، فابتديت خلاص اللي انا دماغي كلها في تنس الطاوله، فحسيت ان انا بقى عندي تطور وعندي طفره، ومعظم اللعيبه اللي في المنتخب اعتقد في النادي الاهلي برده ما بيشتغلوش كتير، فالموضوع ده فارق يعني. يعني يمكن نقطه مهمه كابتن سيف، يعني محمد قال كلمه نقطه مهمه جدا، الطفره اللي حاصله دي، ودي ادتني تفسير ليه اللعيبه النهارده بقت لعيبه محترفه متفرغه لتنس الطاوله فقط، فكان المردود على المنتخب وعلى الانديه وحتى على المستوى الشخصي. هو ده لازم، يعني هو اول حاجه في النجاح تمام ان انا امسك الطريق من اوله. صحيح. تمام، فمفيش حد هيعرف يطور من نفسه وهو عنده 50 حاجه في حياته. برافو عليك. تمام، لازم اركز شويه، اللي بقى عنده امتحان كيمياء ولا فيزياء بيبقى مركز في الامتحان ده، احنا بقى عندنا امتحان تنس طاوله كل يوم. صحيح. تمام، فلازم ابقى مركز فيه واقعد على قد ما اقدر يعني اتمرن واحافظ على سيستم الحياه اللي هو رياضي محترم وعايز يعمل انجاز في حياته. كل ده مش هينفع بقى ان انا شغل وبهدله وانت راجل مهندس بقى، فبهدلت كتير والله يا كابتن، بهدلت كتير قوي يا كابتن. فالموضوع بيبقى صعب مع ان انت محتاج التنس طاوله محتاجه مجهود بدني كمان وذهني. في كلام حضرتك صح، بس هي في موضوع شامل ولكل الرياضيين، ويمكن تنس الطاوله جزء طبعا كبير، انه اللعيب بيبقى قلقان من مستقبله. ده اكيد، ما دي مشكله، فبيضطر يعمل حاجه جنب الرياضه عشان خايف لو في اي لحظه حصل. هقول لك ان انت برضو انت عندك جزء وفي جزء تاني. الكلام ده كان 100% زمان تمام، ان اللعيب لما بيبطل لو مش هيشتغل مدرب كان الموضوع اختلف يعني. خلاص ملوش مستقبل. صحيح. او الموضوع بيبقى صعب. حاليا دلوقتي وزمان ما كانش فيه فلوس زي دلوقتي، دلوقتي في ارقام كتير، ارقام كبيره، وفي فلوس تكفي وفي فلوس كويسه بالنسبه للناس، وبالنسبه لنا مثلا احنا بنلعب ممكن في دول بتسمح ان انت تلعب مره واثنين وبتاع. تمام، احنا كتنس طاوله احنا مش بناخد فلوس كتير. تمام، بس كافيك، بس الحمد لله رب العالمين سترانا، وده ودي نعمه من ربنا ومش طالبين اكتر من كده. بس الفكره ان الرياضه نفسها زمان كانت هوايه، تمام، دلوقتي بقت صناعه بقى شغل. تمام، فبرضه الحته دي اتغيرت. تمام، دلوقتي حتى لو في حد مثلا رايح يتجوز ولا حاجه، انا بلعب في النادي الاهلي، او يعني ممكن يكون موظف في شركه ولا في حاجه كده، بس قبلها انا بلعب في النادي الاهلي الرياضه الفلانيه. تمام، يعني برضو بتبقى واجهه هي كمان. صح. تمام، فدي حاجه مهمه العقليه لما بتتغير معاه انت ممكن تعمل حاجات كتير. تمام، يعني تقدر توفر تتعامل مع الرياضه كانها وظيفه. تمام، تشتغل الصبح واشتغل بالليل وفكر احترافي. ده بالظبط. صحيح. ما الواحد بيشتغل في الشركه او بيشتغل في الوظيفه اللي هو فيها ده احتراف. اعمل نفس الكلام في الرياضه. بيوصل وبتوصل للمكانه وبتوصل للفلوس وبتوصل يعني للدخل الشهري اللي انت محتاجه او ايا كان اللي انت بتفكر فيه، هتعرف توصل له، بس امشي في السكه الصح. يعني انا فاهم من كلامك ان انت عايز اللاعب يركز اكتر، يعني بدل ما تشتت التجهيز ركز في ده وهتجيب الفلوس برضه. بس ركز بالزبط. ركز في الكارير بتاعك وصدقني ما تقلقش من المستقبل، لانه انت هتوصل لمرحله كويسه هتكفيك وتامن لك الدنيا. طيب انت لسه راجع من تركيا وكان عندك مباريات هناك، الاول عملت ايه هناك؟ الحمد لله المره دي توفقت، يعني المره الاولانيه دي تاني راوند عندنا بالزبط. المره الاولانيه الحمد لله يمكن كسبت 8 ماتشات او حاجه كده وخسرت ماتشين ما شاء الله. والمره دي الحمد لله كام
لا كسبت، كسبت 80 8 ما شاء الله. لا المره اللي فاتت كسبت 6 وخسرت 2، بس كان في ماتشات زوجي ف يعتبر مثلا 8 او 9 او بتاع. والمره دي الحمد لله رب العالمين كسبت 8. لسه عندك راوند ثالثه او حاجه ولا؟ احنا عندنا 6 مرات ومره كاس. حلو. هم 16 فرقه بنلعب كل مره 4 ماتشات. ممتاز. ده اول 4 مرات او اول 4 لحد تخلص الدور الاولاني 15 ماتش. الدور الثاني بيبقى دور الثمانيه بس، تمام، وبنلعب 7 ماتشات 4 في 3. ممتاز. تمام. وبعدين مره بقى كاس تركيا. وكل ده بيخلص قبل الموسم بتاع لما يبتدي، صح يا كابتن سيد؟ لا ماشيين مع بعض. ماشيين مع بعض زي الفل. زي الفل. زي الفل. ده حاجه برضو خلي بالك، خبرات، وفي الاول وفي الاخر انت بترجع تفيد النادي، لانه الحقيقه انت بتلعب على مستوى هناك برضو منافسه صعبه. المستوى هناك حلو، ويمكن عشان موضوع ان انا مبطل لعب دولي ففاضي بقى والكلام ده. فانا يمكن السنتين اللي فاتوا انا كنت في البرتغال في اسبانيا، تمام، ولعبت معاهم برضو ماتش في البرتغال، او يروحنا الفرقه لعبت ماتش في البرتغال، ف كميه الماتشات قليله. أيوة. فيمكن عشان كده الحمد لله لما خلصت السنه، وهم كان عندي برضو ان انا اكمل في اسبانيا، بس قلت تركيا عشان كميه الماتشات اكتر، تعوض شويه اللي انا خسرتهم لو انا ما بلعبش مع المنتخب. يا مشرفنا يا كابتن. الله يكرمك. وكابتن محمد كمان رجعت من اسبانيا كمان انت. برضو عايز اعرف عملت ايه ماتشاتك زي كابتن سيد برضو. والله الحمد لله لعبنا اخر 3 ماتشات. يعني الفرقه ابتدت الاول في بدايه الموسم كانوا جايبين لاعب سويدي، بس هو اتصاب للاسف. وانا ما كنتش لسه عارف اخد التاشيره. فخسروا اول ماتشين وتعادلوا ماتش. فلما رحنا لما انا رحت بقى لعبت معاهم 3 ماتشات الحمد لله، قدرت ان انا نكسب ماتشين واساعدهم في كل مباراه ان انا اكسب ماتشين. بس المباراه الثالثه خسرنا وللاسف خسرت ماتشين، بس الحمد لله يعني قدرت. يعني من اول ما شاركت معاهم لو ما شاركت احنا كسبنا 3 مباريات. بالظبط. يعني كسبت 2 وخسرت 1. يعني قدرت ان انا اساعدهم ان انا احطهم دلوقتي احنا في المنطقه السادسه. طيب ولسه في راوند ثالثه ورابعه. الدوري هناك عامل زي مختلف بقى عن كابتن سيد شوف تركيا. راح جاي هو ماتشات هم جاي راح جاي بقى. فالدوري ممتع. من سنتين كنا بنلعب انا وسيد في اسبانيا، كان الدوري عشان الكورونا كانوا عاملين زي دورات مجمعه كده، عاملين مجموعتين ست فرق وست فرق. المره دي عاملين هم 12 فرق، ف 22 ماتش راح جاي. فالدوري كتير يعني ده كتير فممتع يعني. ممتع. وخلينا اقول لك بس هيبقى وقت اطول. وقت اطول بنخلص في 4 يعني. ابتدينا هم ابتدوا في 10، ما عرفتش اروح لهم غير في 11، وهنخلص في شهر 4 ان شاء الله. والكاس بيبقى في شهر 3. سعيد بالتجربه دي؟ جدا فعلا. وطبعا بتديني خبرات. اكيد خبره عشان ان شاء الله افيد النادي او المنتخب ان شاء الله. وبتروح تقعد في الراوند قد ايه مثلا، او في يعني في الماتشات حسب هو الماتشات هناك كل ويك اند على طول بيبقى معظمه بيبقى يوم الجمعه. فلو في مثلا جمعه وسبت او حد او الكلام ده ممكن اقعد، ما فيش ممكن ارجع شويه. كده يعني. بتحاول توظفها. طب انت شايف بامانه يعني في فرق في التدريب في اوروبا في الدوريات الكبيره دي يا كابتن سيد؟ هل في فرق في التدريب هنا في مصر، ولا انت شايف ان مصر يعني انت قلت كلمه حلوه او لسه فاكرها لازم نصدق نفسنا بالظبط. هل انت شايف ان احنا اصبحنا كتنس طاوله لا بقينا على مستوى الدول العظمى دي، ولا شايف ان احنا لسه محتاجين شغل تاني؟ والله يا كابتن اسلم زي ما قلت لحضرتك، صدقني المشكله بتبقى فينا احنا. انت مصدق نفسك وفي الدماغ يعني اللي انت هتكسب وتنزل انت عامل زيهم، يعني مش هيبقى عندك اي مشكله خالص. بدليل اللي بطوله العالم زي ما بقول لحضرتك احنا ادينا بمظهر جيد جدا يعني. بالنسبه للتمرين اكيد التمرين لما انت بتروح اسبانيا مثلا او الكلام ده بتبقى انت يعني دماغك كله يعني ما عندكش بقى مشوار ولا عندك حاجه ولا فاضي. تنس طاوله بتمرن بس فترتين، فاكيد التمرين بيبقى كويس. بس لو انت في مصر عايز تعمل حاجه كويسه برضو بتعملها. صحيح. في النادي الاهلي او في المنتخب خاصه لو متفرغ زي ما انت قلت. بالظبط. لو عندك شغل او حاجه يعني. بتبقى الامور صعبه. طب انا عرفت انت في بطوله العالم تعبته جامد يعني في السفر، رحت دبي ونزلت، وبعد دبي كان في ابلكيشن لازم تملوا فيه، قصه كبيره وحوار. انا ما كنتش اسافر. انا وكابتن عماد وكابتن ماجد متهيألي احنا اخر 3 ركبنا الطياره. مش عارفين تعملوا التسجيل اللي هو السايل لدرجه الناس بقى في الاتحاد الدولي اللي ساعدتنا، وكابتن محمد دولتلي يعني بشكره من خلالك برضه، هو اللي ساعدنا وساعد ناس لعيبه معينه تانية. فقدرنا الحمد لله اللي احنا نلحق الطياره يعني على اخر لحظه. كان كميه تستات كورونا غير طبيعيه. رهيب. هم يعني البلاد كلها فتحت ما عدا الصين فعلا. وهم لسه سامع النهارده جوانزو احتمال تقفل كمان. يا خبر ابيض. تاني تقفل تاني؟ والله لسه سامع النهارده في الاخبار ان هم عندهم اجراءات يا كابتن هيثم رهيبه. لسه
الماسكات لابسينها والبدل البدل والبدل اللي هي انا سمعت قبلكم الناس بالبدل البدل دي تخوف يعني هم اللي خايفين مننا وهم اصلا اللي جايبين لنا بدل التخسيس دي ضربني بشكا وسبقني ضربني بكا وسبقني واشتكى فالحمد لله السفريه عدت على خير وقدرنا الحمد لله ان احنا نعمل نتائج كويسه بصراحه حاجه الحمد لله شايف الانجاز ده ازاي يا كابتن سيدي اكيد ده برضو بيديك سمعه انت كلاعب مصري خاصه انت يعني كنت وانت لاعب دولي شهمت برضو ان انت ترفع اسم مصر بشكل كبير شايف الانجازات دي بتساعد اللعيبه المصريين في كل مكان بتدينا سمعه زي اللعيبه الصينيين كده شايف ده مفيد للتنس الطاوله المصريه بشكل عام اقول لك يعني اللي احنا فيه تمام يعني نتاج سنين كثيره تمام الجيل اللي قبلي صحيح كباتن الكبار كابتن اشرف حلمي وكابتن اشرف صبحي وكابتن شريف الساكت والاجيال اللي قبلهم دكتور علاء يعني كل الاجيال اللي لعبت تنس طاوله قبلينا كلنا زي يعني كلنا بنبني حاجه او بنحط طوبه في المبنى اللي احنا اللي هي تنس الطاوله المصريه يعني البطوله اللي هم لعبوها انا كنت مبسوط منها بحاجه يعني مبسوط فيها بحاجه تمام ان البيلي اول مره زي ما هو قال كده انا اطلع زي كابتن فريق تمام يوسف اول مره يلعب محمد شومان برضو اول مره المفروض انه ياخد فرصه كتيره ما خدش فرصه كامله بس خد يعني نص فرصه وما كانش متاحه قبل كده زي الفل تمام وشادي مجدي برضو نفس القصه الثلاثه اول مره تلعب بطوله اول مره تلعب بطوله العالم بشكلها الجديد بشكلها الجديد كمان بالنظام الجديد بالنظام الجديد تمام طبعا هو عدم وجود عمر عصر في الفرقه يعني لان هو اعتذر كان عنده حاجه فالاعتذار بتاع عمر عصر ادى فرصه للمجموعه تمام بقى في فرصه ان لا احنا ممكن نشم نفسنا احنا كمان ونلعب يعني احنا خدنا ونحاول 16 بوجود عمر عصر تمام من غير وجود بالظبط تمام حد ذاته انت عايز تقول ده حاجه طبعا انجاز كبير بس هي الفكره نفسها تمام ان دول يلعبوا سواء البيل هم كلهم بيلعبوا مع الانديه وكلهم شالوا مسؤوليه الانديه بس ما حدش فيهم شال مسؤوليه منتخب مصر لوحده تمام دايما صح. كان في بيبقى في عمر عصر في كابتن احمد صالح في لما انا كنت موجود وكان قبلنا زي ما بقول لحضرتك اجاب دول لسه اول مره الاربعه يشيلوا المسؤوليه البيلي لعب بس كان دايما بيبقى معاه عمر مع احمد صالح مع سيد لاشين قبل كده هو مع احمد مصطفى تمام هو دلوقتي بقى هو المسؤول برافو عليك تمام مكسب دي حاجه يعني بغض النظر عن فنيات اللعب والطاوله والكلام ده بتفرق جامد بقى في شخصيته وفي نفسيته وان انا لا ده في حاجه ممكن انا اكون لو انا كابتن فريق تمام ما اقدرش اعملها زي ما انا اكون وانا لاعب بعملها الله ينور عليك تمام ان انا مثلا واخد بالي من اللعيبه مهتم معاهم ننام ونصحى وشويه حاجات كده ايه حوالين اللعب صح غير اللعب الله ينور عليك تمام فهو كان محتاج الحته دي شويه لا ده انا هتكلم معاكم بتفصيل اكتر وكمان انتوا جايين لابسين بدل جايين الحفله بقى وحفله الرعايه الجديده بس ايه عايز اعرف تفاصيل الحفله وعملتوا ايه بس خليت على الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل الكباتن النهارده جايين ببدل وفورمال لانهم جايين من حفله الرعايه اللي كانت النهارده على اعلى مستوى حضراتكم شفتوه على شاشه قناه النادي الاهلي هنتكلم على الحفله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقه انا بتكلم مع ضيوفي نجوم طبعا تنس الطاوله احنا الحقيقه الحلقه دي بتبقى مش بتحضر لها بامانه يعني بنبقى بنتكلم من قلوبنا لان مش عايز اقول لكم قد ايه يعني قدر الاخلاق والتواضع والفنيات والشخصيه حاجه يعني كاريزمات في تنس الطاوله عندنا في النادي الاهلي بشكل كبير. النهارده كان في حفله للرعايه الاولى طبعا للنادي الاهلي الراعي الاول للنادي الاهلي وكانت مراسم كويسه جدا وفي لفته كويسه من مجلس الاداره دعا كل رموز الالعاب وكباتن الفرق اللي يكونوا موجودين في هذا الحفل وكان كابتن محمد البيلي موجود وكابتن سيد لاشين كان موجود. خليني النهارده اسالك عن الحفل وايه اللي لاحظته وايه اللي شفته في الحفله يا كابتن. اول حاجه طبعا والله يا كابتن هيثم يعني كلام بجد فعلا الحفله فعلا تبقى انت فخور اللي انت قاعد اللي انت يعني جزء من منظومه النادي الاهلي حاجه تعتز بيها كده حاجه فعلا طليق بالنادي الاهلي كانت اعلى مستوى والاهلي طبعا معودنا على كده وان شاء الله ان شاء الله على طول يبقى في تقدم كده وفي حفلات وان شاء الله يبقى في مكان عاليه دايما يعني. طب قول لي يا كابتن يعني اكيد النادي الاهلي عقد الرعايه ده بيبقى ملي مهم يعني كرة قدم يعني بيبقوا شايفين كرة قدم يعني الالعاب زي ما انت عارف الالعاب الاخرى ما بتجيبش انكم قوي جدا زي الكوره ولكن النهارده النادي الاهلي بيدي دعوه لكل رموز الالعاب لان انت تيشيرتك هيبقى عليه هذا الراعي بالظبط تيشيرت كابتن السيد هيبقى عليه نفس الراعي وتيشيرتات اليد والسله والطايره هتبقى عليها نفس الراعي فالنهارده رساله ان النادي الاهلي مجتمع واحد
انت واخدنا باكج واحده مش كره القدم بس. بالظبط صح انا غلطان؟ دي حقيقه فعلا. هم قالوا كده في الحفله اللي هو راعي الالعاب كلها، هي هتبقى يعني رعاه الالعاب كلها ان شاء الله الفتره الجايه، ودي حاجه فعلا زي ما انت حضرتك قلت هتبقى حاجه كويسه جدا، مش الكره بس، في اهتمام ايضا بالالعاب الاخرى يعني، فدي حاجه كويسه وحافز ان شاء الله لينا يعني. اكيد، وده حاجه جديده يعني برضو. كابتن سيد يعني متاكد على كلام كابتن محمد، النهارده الحفل كان عامل ازاي؟ رحتوا الساعه كام؟ يعني كلمني بقى بتفاصيل اكتر. احنا رحنا بدري شويه يمكن الساعه 12 كده، والحفله تقريبا ابتدت يمكن الساعه 1:30. اه ممتاز. طبعا دي لقطات من الحفله، ودي كلمه الكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ورئيسه. اتفضل. فالحفلة يعني تنظيميا والحاجات دي الواحد مش محتاج يتكلم عليها، الاهلي يعرف يعمل الحاجات دي. وطبعا الشركة ينفع نقولها شركة اتصالات، برضو شركة كبيرة جدا وحاجة جميلة. بس انا اللي عجبني ولفت انتباهي في الموضوع فكرة شركة اتصالات انها بتقول احنا شراكة اكتر ما هي رعاية. يا عينك. تمام. حتة الشراكة دي مكسب للكل، الرعايه يعني هو هات وخد، هات وخد وخلاص. تمام. انما شراكه اعم واشمل. احنا الاثنين لازم نخدم بعض ونقف جنب بعض ونساعد بعض عشان احنا الاثنين نتطور. فانا عارف فكر النادي الاهلي انه دايما بيسعى للتطور ويسعى ان هو يبقى احسن في كل حاجه، والشركات الثانيه استثماريا وعايزه تكسب وعايزه اسمها يبقى اكبر ويغتصب بالنادي الاهلي ده في حد ذاته. فوجودك مع النادي الاهلي تمام دي حاجه كبيره جدا. وحته ان هم يعني كانوا مركزين على قصه انها شراكه اكتر من انها رعايه، انا دي كانت بسطاني قوي، ويعني حسيت ان في اختلاف. لا حسيت فيها بقيمه النادي الاهلي اكتر. تمام. لان الناس دايما حتى هتلاقي دايما الناس اللي بتتكلم على قصص الرعايه تمام انا هاخد كام فلوس قد ايه كام سنه الحاجات دي وخلاص وكفى الله المؤمنين والقتال. طب حضرتك لما يكون الراعي اللي هيديك فلوس مش بيفكر وهو هيديك، تمام، هو في العادي دايما اي شريك بيبقى فيه هات وخد. تمام. النادي الاهلي بيدفع حاجات تانية غير الفلوس. تمام. بس كل الناس بتيجي تديله فلوس يعني. افهم من كلامك، لا بس في نقطه مهمه افهم من كلامك كابتن سيد، انت وصل لك رساله كراجل كابتن فريق تنس الطاوله في نادي الاهلي واحد حضور هذا الحفل، ان انت شايف ان قد يكون في المستقبل في تعاون بشكل اخر مع شركه اتصالات. هو ده اللي باين، ده اللي باين، ده اللي فهمته. يعني مش هيدي مثلا وليكن الفلوس اللي هيديها وليكن 10 قروش، هيدي النادي الاهلي 10 قروش وخلاص هو مطلوب. لا، النادي الاهلي عليه التزامات. النادي الاهلي شريك. نعم. تمام. واتصالات شريك. فده عليه التزامات وده عليه التزامات. بص يا كابتن، طبعا دي مراسم توقيع العقد. اكيد. حاجه كمان مهندس سيف الوزيري طبعا. طبعا. كابتن محمود الخطيب طبعا هو في بدايه طبعا الصوره، ومهندس سيف الوزيري الحقيقه اللي ليه دور كبير جدا يعني. بصراحه هذا الرجل عنده طاقه ايجابيه كبيره جدا. المهندس سيف الوزيري طبعا، دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي طبعا النادي الاهلي، ومسؤولين طبعا شركه اتصالات. احنا بنتكلم هنا على طابلو رائع يعني، حاجه جميله جدا، والتيشيرت وعليه. وعلى بالمناسبه يا كابتن الالوان الاتصالات نفسها الالوان بتاعت النادي الاهلي جايه ده هو تم تعديلها بشكل. وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي فرحان لانه شريك في هذا النجاح. النهارده بنتكلم على حتى الالوان بتتنسق بشكل معين عشان تليق على بعض، حاجه جميله. النهارده يعني هذا الاعلان او هذا الراعي هيكون اعلانه في كل مكان في العالم يعني. انت بتخش بطوله عالم يعني اكيد. وبص الشياكه يعني، تسليم الدروع، تبادل الدروع، تيشيرتات، حاجه فخمه. وبص كل يرتدي يعني كرافات يعني الكابتن محمود الخطيب. كرافات حمراء. احنا مدعوين فما كانش في كرافات. انت مش محتاج كرافات حمراء يا كابتن. انت مش محتاج كرافات. انت يعني ما يعني انت يشوفوا كابتن سيد لاشين هيقولوا ده النادي الاهلي، وشايف العلم اللي على الترابيزه يا كابتن يعني زي ما انت قلت، دي مش رعايه، دي شراكه. هو تبقى راعي النجاح ولا تبقى شريك نجاح؟ طبعا انه اقوى ملاحظة في محلها بصراحة يعني. أنا كنت مبسوط بيها بصراحة. كابتن محمد يعني قول لي يعني المراسم دي تحضرتها من القاعة وشفت طبعا مراسم التوقيع، ويعني أكيد حضرتك عرفت إن هو مش آخر راعي للنادي الأهلي، هناك في رعاة أخرى سيتم تقديمهم. ده برضه حسسك إن الدنيا الحمد لله تسير بشكل جيد جوه النادي الأهلي. طبعا هم فعلا قالوا كده، وقالوا اللي هم هيقدموا إن شاء الله الرعاة، هيعملوا حفلات إن شاء الله متتالية الفترة الجاية، هيعلنوا على الكلام ده، ودي إن شاء الله حاجة مميزة للنادي الأهلي. طب جهز بدلك بقى.
جاهز من دلوقتي. خد بالك بقى عشان مش هنروح كل الحفله ببدله البيلي. البيلي عن الشياكه بدل بقى والشياكه والكلام. لا انا عايز بقى جاي 6 7 بدل يقولوا بس سطر بدل كده في الدولاب ده كل راعي ان شاء الله. انا جاهز الاهلي بس طب الالوان اه واحنا ننفذ على طول ان شاء الله. وخلي بالك برضو يعني انا عايز اقول ان ده نجاح يعني ده بيوريك قد ايه قيمه النادي الاهلي لما تلاقي الرعاه يعني بيتسابقوا وده حاجه حق مشروع طبعا بالمناسبه ان انت يعني تلتصق باسم النادي الاهلي فده يوديك قد ايه كلام انت قلت في الاول انه انت فخور ان انت تنتظم او تنتمي لهذه المنظومه بالظبط يعني ده اكيد حاجه يعني جيده جدا. طيب خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع يعني اقول ايه يعني نجوم واساطير في كل شيء ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن اروح لكابتن محمد البالي. احنا بنستعد يا كابتن محمد البطوله العربيه اللي تقام في القاهره ان شاء الله في من 25 ديسمبر القادم ل 31 ديسمبر. كلمني عن البطوله اكتر خلينا نحط الضوء عليها. تستعدوا ليها ازاي؟ مين اللي هيشارك من الفرق؟ يعني كلمني بشكل عام عن البطوله واستعدادنا ليها. ان شاء الله يعني احنا بنستعد خلاص من دلوقتي بيبقى عندنا برضو ماتشات الدوري اللي هي الذهاب والعوده وطبعا شغالين تمرين فهنستعد الاهم بقى البطوله العربيه زي ما حضرتك قلت. البطوله السنه دي ما هتبقى من اقوى البطولات ليه؟ البطولات هتبقى مختلف عشان في مصر ثلاث انديه بيشاركوا الاهلي والزمالك وانبي كلهم الزمالك وانبي كل واحد معاهم محترف انديه البحرين برضو قطر البحرين احنا مش هنجيب محترف لا احنا هنلعب احنا يعني عندنا لعبتنا محترفين اه والله العظيم الحمد لله يعني والباقي شمال وغيره انا مش كل لعبتنا الحقيقه مش عايز كلهم محترفين بالظبط صحيح. فالبحرين البحريني برضو جاي ومعاه محترف وصار البحريني وقطر القطري ما اعرفش برضو النادي القطري التاني مين الاردن جاي مين احد الاردن طبعا كل الانديه معظمها جايه وجايبه محترفين فالبطوله هتبقى قويه جدا وزي ما بقول لحضرتك هتبقى على ارضنا فالمنافسه هتبقى شرسه فاتمنى ان شاء الله. خلي بالك يا كابتن برضو لما بيبقى في بطوله عربيه في اي لعبه في القاهره الاشقاء العرب بيتسابقوا بيحبوا اللي هم يجوا هنا فعلا فلما كانش بيروح يعني انا افتكر ان البطوله اللي فكرت في الاردن كانت في الاردن سيبناها رجال وسيدات اه الحمد لله ولكن انا بتهيألي ان البطوله دي هتشهد اقبال من دول كتيره جدا بالظبط هم بيحبوا مصر زي ما حضرتك بتقول كانوا مستنيين البطوله بقالها فتره نفسهم تنظم في مصر فالحمد لله اللي اتنظمت بس زي ما بقول لحضرتك البطوله دي هتبقى من اقوى البطولات عشان الزمالك وانبي هيشاركوا تعمل فين معنا في استاد ولا استاد القاهره صاله 2 اعتقد هتتجهز بشكل معين بالظبط والبطوله كمان توقيت حلو وزي ما بقول لك الدول العربيه كلها الانديه العربيه كلها جايه يعني يعني منافسه قويه وجايبين معاهم محترفين على اعلى مستوى فاعتقد ليها تبقى من اقوى النسخ ان شاء الله. واحنا هنشارك رجال وسيدات ها؟ اه ان شاء الله رجال وسيدات. كابتن سيد طيب البطوله العربيه رايك ايه وهي زي ما قال كابتن محمد هل هتبقى بطوله يعني تتفق معاه في الراي انها تبقى بطوله قويه هيشارك فرق كتيره محترفين اديني تصور عن البطوله واستعداداتها وازاي نكسبها يا كابتن؟ هي بتبقى بطوله صعبه طبعا ممكن صعبه جدا واصعب ما فيها الضغط اللي بيبقى علينا احنا. لان احنا يمكن اغلب البطولات العربيه اللي لعبناها ما كانش بيبقى فيها محترف ما بنجيبش محترفين نعم تمام فالموضوع بيبقى صعب ان انت المفروض مطلوب منك حتى ما تخسرش ماتش في البطوله من لعيب عربي تمام فالموضوع بيبقى خلي صعب خسارتك بس لو هتخسر لو هتخسر هتخسر من لعيب المحترف في الفرقه انما ما تخسرش من عربي ده مش مسموح مش مسموح تمام فالموضوع بيبقى بس خلي بالك انت بتصطدم بفرق او قطريه مجنسين يعني ممكن تلاقي لعيب لا احنا ما ممكن تبقى فيها ثلاثه اجانب لا لا كانت هتحصل حاجه زي كده وما حصلتش ان هو يبقى صيني متجنس ومعاه صيني دي كانت هتحصل وما حصلتش انما يعني في اللي هم الاغلب عرب برضو يعني مثلا يمكن مره عملوها صيني جايبين صيني محترف وادوا له ان هو قطري وقالوا يلعب معاه تونسي تمام فبرضه لسه يعني ايه التونسي زي عربي يعني زيه زي القطري دي كانت عربي. مره واحده وما تمتش وبعد كده بقى القانون القديم اللي هو لعيب محترف واثنين من نفس البلد تمام جنسيه يعني معاهم اولاد البلد حامل جنسيه البلد تمام فالدنيا كانت ماشيه كده وده بيبقى ضغط مش طبيعي علينا ان انت كل ماتش ممكن في يعني في ماتشات الفرق العاديه لو بنلعب مثلا منتخب مصر ضد اي منتخب تاني بيبقى اللود اقل كتير قوي تلعب وانت مبسوط والدنيا لا انا حتى لو انا خسرت زميلي هيكسب والدنيا هتبقى هناخد البطوله من غير في ضغط البطولات العربيه انما دي انت بس يعني هو واحد
هيخسر احنا خسرنا. برافو عليك. لان انت المحترف بتاعهم المفروض ان هو هيكسب الماتشين واللي بيست اوف 3 اللي يجيب 3 بيست اوف 5 اللي يجيب 3 بيست اوف 5 اللي يجيب 3. فالماتش ده كل واحد فينا بيلعب وحاطط السكين على رقبته. يا خبر تمام طبعا. فانت من اول ماتش في البطوله وكمان يعني برضو دي حاجه انا شايفها حلوه، بس هي يعني بتبقى ضغط علينا اكتر. الاتحاد العربي سمح ان هو كان زمان الفرقتين بقوا 3 تمام. فالنهارده انت عندك 3 فرق، بقالهم نسختين او 3 بقوا 3 فرق. فانت كل الانديه بتجيب، العراق بيجيب، والسعوديه ما اشتركتش اخر بطوله او اخر بطولتين، الكويت بتجيب، الاردن بيجيب، قطر بتجيب، تونس بتجيب، الجزائر بتجيب، اغلب الدول كلها بتجيب تمام. وطبعا زي ما حضرتك قلت كده ان الناس بتحب تيجي مصر. فاللي ما كانش عامل في حسابه انه جاي بيجي، فبيبقى عندك بقى عدد ماتشات كتير مع الشده دي ما عدتش انت فيه. يعني الواحد بيخلص البطوله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لما ربنا يكرمنا ونكسب بيبقى فعلا كانك شايل حمل جبل وتشال. طب خلينا نتكلم عن فرقتنا الرجال، احنا كام لاعب بيستعدوا دلوقتي، وهيتم اختيار كام لاعب منهم، ولا كل ممكن يشارك؟ يعني كلمني بقى تكنيكاليتي اكتر في قائمه الفريق. القائمه الرسميه اللي بتلعب البطوله 6، اقدر اسجل 6 لاعب ماكسيموم. احنا فرقتنا كام لاعب؟ احنا المفروض ان احنا 9. 9 هيتم اختيار 6. بيختاروا 6. حلو تمام. 6 دول بيشاركوا، 6 بيلعبوا كل ماتشات. حلو. هل من حقي يعني الستة دول يعني كل مباراة العب بيهم؟ ما مش هلعب بيهم كل مباراة. لا، ثلاثة اللي بتسجل في الماتش. ثلاثة بالظبط. بيبقى في حسابات بشكل معين. بالظبط. طب ما ده برضو عدد كويس، يعني انت عندك ثلاثة بيلعبوا وثلاثة مريحين. اكيد دي حاجة حلوة. دي حاجة حلوة. احنا الحمد لله ممكن لو كنت أربعة زي بطولة العالم مثلا صح كانت صعبة، بس الستة بيبقى عندك إمكانية تعمل روتيشن كتير. بطولة العالم كان عشان برضو ظروف كورونا والكلام ده فضاغطين العدد تمام. إنما هنا الدنيا ستة، ويعني الدنيا حلوة تقدر تلعب بالستة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني من نعم ربنا علينا النادي الأهلي إن احنا ستة، أو مش ستة، إن احنا كلنا واحد. نعم. فالتسعة زي ستة زي خمسة كلنا يعني واحد. الفرقة كلها أي حد بيلعب كفاية إن هو عارف يعني إيه بيلعب باسم النادي الأهلي والمسؤولية اللي عليه تمام. فلما كنت بتقول للبالي بقى وأنت جاي إيه؟ قول لي بقى على الهوا كده تاني. كنت بتقول له إيه؟ قول لي أنت كنت قلنا على الهوا، قول لي بقى كنت بتقول إيه؟ قول ما فيش حد سامعنا ولا حاجة. إيه بالظبط؟ ما فيش حد سامعنا أوي. اللي هو النعمة وإزاي نحافظ عليها. معرفة إن النعمة نعمة. تمام. ان احنا نبقى عارفين ان احنا الحاجه دي نعمه عندنا، دي نعمه، لان في ناس كتير بتبقى عارفه بتبقى عايشه في نعمه ومش عارفاها. صح. ما تعرفهاش غير اللي لا الصحه. نعم. لو انا عايش في صحه ما بصحاش الصبح اقول الحمد لله يا رب ان انا صحتي كويسه. لما يحصل لي حاجه لا قدر الله ولا حاجه وابتدي اتكلم بقى انا مش قادر اتحرك او بتاع، الحمد لله يا رب فين نعمه الصحه اللي راحت. تمام. لما النهارده نفس الكلام نعمه النادي الاهلي بالظبط. انت ونعمه الروح اللي ما بينكم، وان انتوا بتقولوا احنا 9 ولكن احنا واحد. هو طبعا يمكن حضرتك سجلت مع يعني سجلت معانا مع الفرقه كلها الحمد لله كلنا هي حاجه واحده يعني الحمد لله رب العالمين. مع فرق السن يمكن انا دلوقتي ان شاء الله يعني فبراير الجاي 43 البالي 23 سنه. لا على فكره والله انا والله انا مبسوط بيها ما شاء الله عليك في الملعب 23 سنه يا كابتن. لا ده حقيقه. انا مبسوط بيها تمام. لان انا يعني يمكن حاولت على قد ما اقدر في السنين اللي فاتت ان انا ما اقصرش في حاجه في حياتي الرياضيه. فانا مبسوط ان انا ربنا اكرمني بالنتيجه دي. البيلي زي ما قال لك انا من الناس الاوائل اللي انا قعدت معاه في النادي تمام. عمر جه معايا في نفس السنه، عمر عصر وخالد عصر، محمد شومان كان قد كده ومعايا، شادي مجد انا واقف له حتى هنا 12 سنه. هنا جوده. هنا جوده. هنا جوده. جوده انت خدتها اخر الواردين. هنا جوده دي اخر الواردين كانت لسه صندوطه خالص. شادي مجدي انا عشان هو بيتضايق من الموضوع ده انا واقف له هو تحت 12 سنه تمام. فانا بالنسبه لي دول اخواتي الصغيرين وهم بيتعاملوا معايا ان انا اخوهم الكبير. صحيح. تمام. لما بننزل على الطاوله بنلعب ماتش ولا حاجه كلهم عايزين يكسبوني وانا عايز اكسبهم تمام. بس ده اللي يعمل فرق بره. مجرد بس ما نسلم عليه على بعض وعلى الحكم. لعبتهم تقريبا كلهم في بطاقه الفرد وهم لعبوا. اول ما بنخلص نسلم على الحكم اخويا الموضوع انتهى وخلصنا. هو دي الاحتراف يا كابتن. هو ده الاحتراف والفكر الاحتراف.
بحبهم وبيحبوني يعني. نعم. مثلا كان عندي الماتشات البطوله اللي فاتت والبيلي عارف انا هلعب مع مين تمام، لان هو برضه لعب في تركيا كذا سنه، يقول لي خد بالك اعمل كده مع كده، ده هتلاعب ده تعمل كذا، بتتبادل الخبرات. اه وبرضه اللي قال لي كده في اسبانيا بصراحه كان متابعني يعني برضه. احنا احنا كده. ولما يبقى طيب خليني يا كابتن، احنا يعني فضلي والله الوقت بيجري ما شاء الله معاكم، بس خليني في دقيقه. كل لاعب بيبقى له طموحات السنه دي، في 20 ثانيه كده طموحاتك ايه السنه دي يا كابتن بيلي؟ اولمبياد باريس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واضحه وصريحه. ده عدى سنتين. ده عدى. لا معلش، ما هي السنه دي الحاجه الوحيده اللي باصص عليها. كابتن سيد، انا اقدر ابقى واقف على رجلي وبساعد النادي الاهلي في تحقيق اللي النادي الاهلي طالبه. ان شاء الله هتحقق. كابتن سيد بامانه نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. كنت سعيد بيك. كابتن سيد لاشين طبعا، كابتن فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابق، بشكرك نورتني وشرفتني. ربنا يبارك فيك، الشرف ليا. كابتن محمد البيلي طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتني وشرفتني وكنت سعيد بيك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وبقى دايما ببقى مبسوط وانا مع حضرتك. اكيد طبعا، تنورنا وشرفنا ده مكانكم يا كابتن. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع اساطير تنس الطاوله في النادي الاهلي. شفتوا قد ايه الروح وقد ايه طبعا حب هذا الفريق وعشقه للنادي الاهلي. أشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال.